ليه النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. خشوا في الموضوع على طول. أيوه. النبي عليه الصلاة والسلام لما يضرب المثل بحاجة بيلفت نظرنا إن إحنا لازم ناخد بالنا ليه النبي عليه الصلاة والسلام شبهنا إحنا كمؤمنين وكمسلمين بشجرة زي النخل. أصل في تشبيهات تانية، يعني في برضو تشبيه المؤمن بالنحلة، مثل المؤمن مثل النحلة. التشبيه اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي تشبيه المؤمن بالنخلة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مرة مع الصحابة ومع كبار الصحابة، وكان قاعد من الشباب الصغير سيدنا عبد الله بن عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. يقول سيدنا عبد الله بن عمر انه روى الحديث، فوقع الناس في شجر البوادي، الحاجات اللي تطلع في الصحراء وكده، ووقع في نفسي او عرفت انها النخله، لكن استحييت ان اتكلم في حضره كبار الصحابه، كم منهم ابو بكر ومنهم ابو سيدنا عمر بن الخطاب. فقال النبي، فالصحابه قالوا ما هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخله. وكان مين عارف؟ سيدنا عبد الله بن عمر، لكن يستحي انه يتكلم. ليه؟ هو صغير في حضره كبار. تمام. لما رجع او هو في الطريق كده راجع مع ابيه، مع سيدنا عمر بن الخطاب، بيقول كنت اعرف انها النخله لكن استحييت. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له لان تكون قلتها، يعني انت لو كنت جاوبت لهو احب الي من كذا وكذا، يعني كان يعني انت لو قلت في حضره الجمع ده والناس ده والعدد والناس الكبيره دي وانت صغير كان هيبقى يفرق معايا قوي انك ابن صغير وعارف حاجه زي كده. النبي عليه الصلاه والسلام ليه شبه؟ انا قبل ما اتكلم التشبيه وحيثيات التشبيه، وانا معايا يعني حتى انا كنت حريص ان انا اجيب ورقه عشان اكتب حوالي 10 تشبيهات بين المؤمن وبين النخلة، والسر في أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالنخلة. الأول، في طريقة في التعليم وطريقة في توصيل المعلومة. العلماء يقولون أن في عندنا في طريقة التدريس أو إلقاء المعلومة عندنا حاجتين، إما الإلقاء أو الاستنباط، ودولت الطريقتين استعملهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإلقاء زي الخطب، تمام، زي درس العلم، زي خطبة عيد، زي خطبة جمعة، زي خطبة استسقاء، صلاة استسقاء وغيرها. وطريقة الاستنباط استعملها النبي عليه الصلاة والسلام هنا علشان الصحابة يشغلوا دماغهم، علشان الصحابة يتجاوبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، علشان الصحابة يعني برضو اللي هو أنا أديكم مساحة من التفكير ومن إعمال العقل. فلما بيقول لهم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، فما عرفوش، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. تعال بقى شوف الإمام النووي بيقول إيه، وبعد كده ناخد العشر مقارنات أو التشبيهات ما بين المؤمن والنخلة. كلام طيب. بيقول الإمام النووي في كتابه شرح النووي على مسلم، وده من أشهر الكتب التي شرحت صحيح مسلم، زي فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ده من أشهر الكتب التي شرحت صحيح البخاري. الإمام النووي بيقول إيه؟ وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها. يبقى النخلة فيها خير. تعرفي يا أستاذة دعاء، كل أجزاء النخلة بينتفع بها، كل حاجة في النخلة بتلاقيها لها حاجة بنستعملها، تمام، حتى القلب بتاعها بيسموه الجمار، تمام. الإمام النووي بيقول إيه؟ وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها. يعني هي مش بتقعد سنة ولا اتنين، لا، متوسط عمر النخل حوالي 100 سنة، فدوام ظلها يعني هي معمرة، تمام، بتقعد كتير. ودوام ظلها وطيب ثمرها، بتطلع لنا تمر، طب بتطلع لنا رطب، بتطلع لنا بلح، بتطلع لنا عجوة، كل ده ايه؟ حاجة كويسة وحاجة حلوة وكتير، مش عايز اقول كتير، كل الناس بتحب التمر وتحب العجوة. وطيب ثمرها ووجودها على الدوام، يعني معمرة، يعني طول عمرها كبير. فإنه من حين يطلع ثمرها، أول ما تبدأ إيه؟ خلاص يبدأ الثمرة بتاعتها تبان، لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، حتى إيه؟ حتى لما يجف وينشف برضه إحنا بنستعمل ده. وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا، ناخد النمل بإيه؟ حطب ونولع فيه ونستعين به في حاجة، وعصيا عصا، ومخاصر، وحصرا، الحصر الحصير بناخده من ايه؟ بناخده من اجزاء من النخله، وحبالا
الحبل وأواني وغير ذلك، ثم آخر شيء منها نواها، حتى النوى بتاعها قالوا بيطحنوه بينتفع به فين؟ كعلف للحيوانات والبهائم، وينتفع به علفا للإبل، ثم جمال نباتها، شكلها حلو كده. لما تشوفي مزرعة نخل كده وتلاقيه كده معمول كده بصفوف وطريقة معينة، بصراحة شكله يفرح. دايما الطبيعة ودايما الناس اللي هي يعني ما اظنش حد معين، لا كل الناس تحب الطبيعه، كل الناس تحب الزرع، كل الناس تحب الجمال، كل الناس تحب الحاجه المرتبه. لما تلاقي واحد فنان كده او واحد بيزرع زرع النخل صف كده وصف كده وتقاطع بشياكه كده، ده فعلا شيء يشرح الصدور ويثلج القلوب. ثم جمال نباتها وحسن هيئه ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال، كما ان المؤمن خير كله. تمام، ده كلام ايه كده، مدخل للتشبيه ما بين المؤمن وما بين النخلة، ده كلام الامام النووي. تعالى بقى كده رقم واحد لحد عشرة ناخدها. اول حاجة هي شجرة طيبة، زي ما ربنا قال في سورة ابراهيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. طب ايه وجه التشبيه بين النخلة كشجرة طيبة وبين المؤمن؟ ان المؤمن المفترض والواجب عليه ان هو برضو يكون طيب، مش طيب ومسكين وغلبان يمشي جنب الحيط، لا. الطيبة هنا طيبة الأخلاق، أخلاقه طيبة، طيب في فعاله، طيب في كلامه، طيب في سلوكه، طيب في تعاملاته، طيب في حياته، في زوجته مع زوجته، في بيته مع أولاده، مع أبيه مع أمه، خارج البيت.